أهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ والبيت مع أفكار. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال الفقاس طريقة جديدة وسهلة وناجحة 100%. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. بقاو مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. عندنا أول حاجة 4 ديال البيضات، معلقة كبيرة ديال الجنجلان اللي محمر، ومعلقة صغيرة ديال الزنجلان مطحون، ومعلقة صغيرة ديال اللوز مطحون، نافع حبة حلاوة بسباس هما مطحونين، قياس 2 معالق كبار، كاس سنيدة وكاس زيت وكاس لوز ومعلقة كبيرة ديال الزبيب. هنا عندي محكوك برتقالة. غادي نوضع في الخلاط الكهربائي البيض مع قشور برتقال. نضيف عليهم كاس ديال السكر، نافع وحبة حلاوة بسباس، وتزيد عليهم حتى الشنان كيعطيهم واحد زوينة. أنا زدت هنا واحد شوية ديال الشنان والفاني، يا إما سكر فانيلا يا إما كنكة ديال الفانيلا السائلة. كاس ديال الزيت، نصف كأس ديال عصير برتقال، كيبقى اختياري اللي بغى يدير نصف كأس ديال ماء الزهر. أنا هنا اختاريت عصير البرتقال كيجي ألذ. وغادي نضيف شويه ديال الملحه. غادي نخلطوا الكل جيدا هكا بالخلاط الكهربائي لمده ديال 2 دقائق حتى ينسجم العناصر كامله. عاد نضيف لهم باقي المكونات. غادي نضيف هنا 2 معالق كبار ديال مربى المشمش، من الاحسن تضيفهم من الاول. وغادي نخلط الكل جيدا. هنا من بعد ما خلط جميع العناصر في الخلاط الكهربائي كنديروا هكا في اناء ولا قصريه بحال هكا، وغادي نضيف لهم كميه ديال اللوز والزبيب والجنجلان. غادي نخلطهم هكا باطراف الاصابع، ونضيف الساشي ديال الخميره الحلويات مع كميه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، المهم الخليط خصو يكون ماشي قاسح بزاف، يكون لين وما كيلتصقش في اليد. بعد ما جمعت العجينه، هذا هو السمك ديالها، كيكون بحال هكا، ماشي قاصحه كما قلت لكم وماشي لينه بزاف. غادي نقسمها هكا 3 ديال الكويرات ليكونوا متساويين. غادي نشكل هاد الكويرات على شكل عصي ليكونوا هكا متساويين، غير فاش نكونوا هكا كنحربلوهم، نحاولوا ما نخلوش فيهم الهواء لداخل. كما كتشوفوا معايا نديروا بحال هكا بالاصابع ديالنا، نزيروا لهم هكا شويه من في الوسط وفي الاطراف باش نحاولوا ما يكونش الهواء لداخل، حيت الا كانت فيهم هكا الهواء لداخل كترتقلنا في الطياب. هنا من بعد ما شكلت العصي كندقهم هكا بواحد ليبر اللي تكون معقمه بطبيعه الحال. انا راني درتها هكا في النار، كنديروا بحال كندوزوا هكا ديك ليبر على كاع على العصي اللي عندنا. هنا بالنسبه للتزيين غادي ندهنهم بقهوه سريعه الذوبان مع صفر بيضه وقطره ديال الخل وشويه ديال الحليب. غادي نديرهم بحال هكا ونزينهم بأشرطة هكا بواسطة فرشات، كنديرو بحال هكا باش من نقطعو ما كيجي عندهم واحد المنظر جميل. يا إما نديرو هكا خطوط في الطول وفي العرض، ولا نديرو تموجات، المهم على حساب كل واحد كيفاش يبغي يزينهم. بالنسبة اللي بغا يدير هكا شي من الفوق الجنجلان ولا رقائق اللوز كيبقى داكشي اختياري، أنا خليتهم هكا عاديين. بالنسبه للطياب كندخلهم الفرن اللي يكون بارد، يعني ما مسخنينوش من قبل حتى كنحسوا ما كطابو، وكنخرجهم. بالنسبه لهذا الفقاس ما كيتشقق مع حتى شي حاجه، ما تخافوش كاع منه. بعد ما خرجت انا هذا راه طاب، غادي نغطي هكا بواحد الزيف اللي يكون فزقناه هكا بالماء بحال هكا
باش يرجع لديك الحرارة ويجينا ساهل في التقطيع، حسن ما ندخلوه عاد المجمد. هنا من بعد ما دازت عليه ساعة خليوه نتوما حتى 4 سوايع، انا غير كنت مزروبة من ساعة حتى 4 سوايع، بصراحة ما كيتهرس ما كيتفتت ما حتى شي حاجة، كما كتشوف ما كيتقطع بكل سهولة، واخا فيه اللوز كيتقطع بلا ما يتهرس. هانتوما شوفوا معايا، بالنسبة للتقطيع من الأحسن تقطعوش رقيق بزاف بحال هكا، على غير السمك كيجي أحسن. شوفوا معايا أنا قطعت كاع هاد كمية، ما كيتفرتت ما كيعذب، كيجي ساهل. غادي نبقى مستمرة على هاد الكيفية، تنقطع كاع الكمية اللي عندي ونرجعهم للاطا اللي غادي تدخل الفران باش نحمرهم من كلتا الجهتين. شوفوا معايا كيفاش كيتقطعها، ما كيجيش كامل مقسم لا والو. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، كيجي محمر ومكمل وفي نفس الوقت لذيذ بزاف، وساهل ساهل اللي تحضر في وقت وجيز وما كيعذبش. هذا هو الشكل ديالو، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نقسم معكم هكا واحد وحيده باش تشوفوا كيفاش كيجي هشيش، ماشي قاصح وكيجي محمر وفي نفس الوقت كيجي لذيذ لذيذ بزاف، خاصه انا ضفتو معاه الشنان وغير كميه قليله كيعطي واحد اللذه. شوفوا معايا كيفاش كيجي هشيش من الداخل، كيجي محمر من الداخل ومن برا. نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم وتجربوه ويجيكم ناجح، واكيد ان شاء الله غادي يجيكم ناجح. وما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة، والى فيديو قادم ان شاء الله.